دائرة الحاج إبراهيم بولما محتجون وصامدون ضد الاستعمار أو لا بغينا نقولوا سياسة الاستيطان اللي كتمارسها علينا السلطات الأمنية وقبيلة أهل تيراس. حنا يعني دوار اللي يعني المسيرة الاحتجاجية ديالو زي متصاعدة، كنا نظمنا مسيرة احتجاجية نحو عمالة إقليم بولمان واللي فضات عن طريق اجتماعات رسمية، كون أن الأشغال ديال الاستيطان ولا ديال الاستغلال اللي كيقوموا بها هاد الناس ديال الجماعة السلالية أهل تيراس توقف حتى يتم النظر فيها ولا نعودوا لطاولة الحوار، لكن دون جدوى. الناس يعني مازالين محاصرين ديالنا، كاين سياسة الاستيطان فوقهم، كاين البني، كاين الغرس، كاين سميتو ذلك يعني في المشارف ديال الضوار، يعني الناس ديالنا ما بقاوش فين نخرجوا. دابا حنا كنطالبوا السلطات الأمنية باش تدخل وتضع حد لهاد سياسة الهجوم وسياسة الاستيطان اللي يعني كيعاني منها الدوار كبير وصغير. الناس يعني ما لقاتش فين ترعى الأغنام ديالها، الناس ما لقاتش يعني من فين غادي تخرج. النفوذ ديال الدوار يعني تغلقات بشكل يعني رسمية، ما بقاش عندنا كاع فين نخرجوا. دابا حنا كنطالبوا السلطات الأمنية توقيف الأشغال والعودة إلى طاولة الحوار. حنا مستعدين نتحاوروا مع أي كان ولكن بشروط مسبقة، كون أن السياسة ديال الأشغال وديال الاستيطان اللي كتمارسها علينا أمام مرأة ومسمح السلطات الأمنية توقف، ومستعدين نتحاوروا مع أي كان. هذا هو المطلب ديال الدوار ديالنا، وشكرا جزيلا.